اللهم اجعل أبي عندك في روح وريحان، وأقبل عليه بوجهك وأنت راض عنه غير غضبان. اللهم أسعد أبي كما أسعدني كثيرا، وارحم أبي كما رحمني صغيرا. اللهم اجعل في قلبه نورا، وفي حياته نورا، وفي قبره نورا، وعن يمينه نورا، وعن شماله نورا. اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، واجعل يا ربنا قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. واجعله يا ربنا ممن جاءك بقلب سليم، وأسكنه في أعلى الجنان برفقة النبي العدنان. اللهم احشره مع المتقين وفي زمرة المقربين ومن درجة الصابرين، وأدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من قهري يؤلمه، ومن همي يحزنه، ومن فكري يقلقه، شخص يحمل خبثا له. اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدره، فاقضها وازل ما، واجعل أيامه فرحا، واجعل أيامه فرحا وسعادة. اللهم اجعله غنيا بك عن عبادك. اللهم لا تحرمه خير ما عندك بسوء ما عنده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، ونور صدره، وجلاء أحزانه وهمومه وغمومه. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره،